أول الكتب اللي بنقيف معاها كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم، اشتريناه من الدار السودانية للكتب بيجاي. طيب أول مسألة تلقاها في الكتاب ده من 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 أعظم المسائل، الزول ده بيتكلم في الأنبياء كلام عجيب، سيد قطب، وده بدافع عنه الآن ناس عبد الحي يوسف، عنده مقطع في اليوتيوب قال سيد قطب رحمه الله قال إمام قال سيد من سادات المسلمين، قال فهمت؟ وللأسف الشديد حتى أنصار السنة ذاتهم بدافعوا عن سيد قطب، صار السنة ذاتهم فهمت؟ هم ذاتهم بدافعوا عن سيد قطب. هنا قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج، تكلم عن نبي كريم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله شنو وجيها. دع سيد قطب بيطعن في نبي من الأنبياء الكرام وهو نبي الله موسى، وقال نبي الله موسى ده إنسان قومي يعني بيتعصب لقومه، وإنسان مندفع مندفع وعصب المزاج، فهمت؟ شوف الكلام ده، وده كفر بالله، لأنه الطعن في نبي من الأنبياء هو طعن في رسالة هذا النبي، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي ومن الناس رسلا، فربنا ما ممكن يصطفي إنسان إلا إذا كان هذا الإنسان يستحق هذا الاختيار، والله هو الحكيم العليم الخبير الذي يعلم مآلات الأمور، كيف يختار الله سبحانه وتعالى إنسانا عصبيا متعصبا لقومه مندفعا لا ليست له روية كما يصور سيد قطب، عرفتها؟ فده زول بيطعن في الأنبياء، وذكر كلام كثير جدا هنا صفحة بتاعت 200، وكله كلام باطل فهمت، وكلام وكلام كله لا أساس له من الصحة. طيب الصلاة فضل الله كم جاد. طيب نحن نقيف إن شاء الله ونواصل بعض الصلاة، وكيف أنه يطعن في هذا النبي الكريم، وأنه يسب هذا النبي الكريم ويقول أنه عصبي المزاج، وهذا من الباطل الواضح والكذب الفاضح الذي عند سيد قطب وغيره من الأنبياء. طيب ضلالة ثانية من ضلالات سيد قطب، إن يا أخواننا بيعتقد سيد قطب إنه القرآن عبارة عن موسيقى، القرآن ده بيعتبره إنه عبارة عن موسيقى. طيب الصفحة 102، بل بيعتبر إنه القرآن ده زيه زي الشعر. أنا أقرأ لك كلام غريب جدا لهذا الرجل، قال ولما كانت هذه الموسيقى، بعد ما يتكلم عن الموسيقى قال في القرآن على حسب كلامه هو، عرفته؟ وأنا بجي بديك كلام واضح جدا، ونماذج كثيرة ذكره هو في دار يثبت فوق إنه القرآن هو موسيقى. قال ولما كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعا للنظم الخاص في كل موضع وتابعة لقصر الفواصل وطولها كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة والانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة، فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر، عن هذه الظواهر كلها مجتمعة. جاء في القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وجاء فيه حكاية عن كفار العرب بل افتراه بل هو شاعر. قال ده كله جاء في القرآن الكريم، والآن بيتكلم لك عن الموسيقى في القرآن الكريم، وإن القرآن هو أيضا ضرب من ضروب الشعر للحاجة الداري وصلك لها سيد قطب. قال وصدق القرآن الكريم فليس هذا النسق شعرا. بعدين تشوف بقية كلامه. قال ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر يوم قالوا عن هذا النسق العالي إنه شعر. شوف الكلام ده كيف كلام عجيب ذاته، يقول لك ربنا قال القرآن ما شعر، لكن برضو يقول لك العرب ديل ما كانوا ناس جهال،
لما قالوا القرآن ده شعر. ده معناه شنو يا أخوانا؟ معناه كلام العرب صح والقرآن شعر، فهمت؟ ومعناه الرسول عليه الصلاة والسلام شاعر. يبقى الطعونات الطعنوها الكفار في الرسول عليه الصلاة والسلام يصححها هذا الرجل المسمى بسيد قطب. طيب قال الكلام الجابو ده انه في موسيقى وكده. قال تفضل الموسيقي المبدع، الموسيقي المبدع قال الأستاذ محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية. يعني عشان يضبط لك انه القرآن صح فيه موسيقى، قام جاب له واحد موسيقار كبير في زعمه هو عشان يضبط له الشغلة بتاعته. طيب قال الصفحة 110. طيب قال فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها، فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باطراد لا يستثنى. وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة. دارس بتلك إنه القرآن ده فيه موسيقى، عشان كده ما تستغرب إنه ناس إذاعة الكوثر عملوا بعض الصور من القرآن عملها بالموسيقى، بعض الصور من القرآن، فهمت؟ وما تستعجب من الفرق اللي عملت ترابي. الترابي ما عمل له فرق بتاعت موسيقى، وقال ينبغي للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله، ولا يمكن أن يعبد الطار الله وحده. قال ما ممكن الناس النوبة براء دي اللي بيعبدوا بها الله، لابد أن تؤوب الآلات الموسيقية إلى الله، فهمت؟ عشان كده قال دي فيها حسنات. قال في كتاب الدين والفن تلقاه قاعد في الدار السودانية للكتب، أصل لموضوع إنه ممكن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالموسيقى، فهمت؟ عشان كده عمل لهم فرقة الصحوة، ما أعرف ليك فرقة منه، وبيجوا ينشدوا الأناشيد بالقرآن، وفي النهاية حصلت المراحل الأخيرة دي، ها؟ يجي يقول لك يا أخ سوداتيل صلوا عليه بالموسيقى، سوداتيل صلي عليه، حوي الرصيد صلي عليه، أكل باسم الدين، ودي كلها من تاصيلات الأخوان المسلمين، لأنه زمان الدراويش الصوفية الدراويش الزمان ديل بس بيعرفوا المهيوبة وبيعرفوا الطار حقهم ده، ما بيعرفوا شغل بتاع أورغان وحاجات جديدة زي دي. طيب قال وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات موسيقية أو اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ ولا لنا نحن أيضا، ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك. قال في صورة النازعات أسلوبان موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام. أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة، ده قال في القرآن في موسيقى. أول واحدة قال شنو؟ قال السريعة الحركة، القصيرة الموجة، القوية المبنى، تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف على النحو التالي والنازعات قرقة والناشطات نشطة. وانا ده بيتكلم عن القرآن ولا ده نشرة بتاعت أحوال جوية؟ قصيرة الطول وما أعرف ليك سريعة الحركة، بعد شيء كان يقول شمالية إلى شمالية غربية، فهمت؟ فده لعب وده استهتار وده كفر بالله سبحانه وتعالى. قال والثاني يظهر في هذه المقطوعة ألوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول، ها؟ قال تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة في الصورة حديث الكرة الخاسرة والزجرة الواحدة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، عرفت؟ قال ديل دي عبارة عن موسيقى، وغيرها من الضلالات الكثيرة الموجودة عند هذا الرجل. أيضا كتاب ثاني من كتب سيد قطب، كتاب اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام، كتاب اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام، وهذا الكتاب في آخر صفحة من الغلاف بتلقى فيه رقم الإيداع موجود، وبتلقى الترغيم الدولي برضو مكون من 10 أرقام،
وقال لك يطلب هنا في السودان من الدار السودانية للكتب، هذا لما تبوع ورا مكتوب هنا، قال لك يطلب في السودان من الدار السودانية للكتب، يعني تاني ما في لك طريقة تنكره الكتاب ده، ما في له طريقة ينكره. في هذا الكتاب أول حاجة الزول ده بينبز الصحابة، فهمت؟ صفحة 158، وأنا بهمني كثير أتناول المسائل دي لأنها منتشرة، حتى قرونا لها في الأساس وغيره وغيره قرونا الكلام ده. طبعا دي الفاتورة بتاعت الكتاب. طيب الصفحة 158 بيقوم سيد قطب يجيب له أحاديث وآثار ضعيفة وموضوعة وكذب إلى من نسبت إليه، ويجي يأخذ بها الصحابة، مع إنه هو ذاته سيد قطب هنا في التفسير بجي أمره يقول لك آخر مجلد المجلد السادس بيقول إنه أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد وإنما يؤخذ بها في الأحكام. طيب قال الصفحة 158 قال فإذا فهم عمر الحكم على هذا التصور، على أساس هذا التصور، فلا مجال لأن يكون لقرابة الحاكم امتيازات ما على سائر أفراد الرعية. فإذا تناول ابنه عبد الرحمن الخمر فلا بد من الحد، وقصته في ذلك معروفة. يعني داري يوريك الفرق بين عمر رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص، وبيطعن في صحابيين جليلين أحدهما عمرو بن العاص والثاني معاوية رضي الله عنه، وكذلك الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال وإذا عدا ابن عمرو بن العاص على المصري فلا بد من القصاص، ودي القصة المشهورة قرونا لها زمان في كتاب المطالع ولا كتاب شنو، إنه عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، صحابي جليل، قال عنده ولده في مصر، وولده قال استابغ له مع واحد قبطي، وبعد ذاك القبطي فات ولد عمرو بن العاص، فقام ولد عمرو بن العاص ضربه، والقبطي جاء لعمر بن الخطاب واشتكى له، وقال له يا أخي ولد عمرو بن العاص حصل منه كيت وكيت، قال لما جاء السنة الجاية أو الحج أو غيره قام جابهم الاثنين، وقام قال له أضربه زي ما ضربك، فضربه قال، بعد ذاك قال له اضرب صلعة أبيه، قال له لا ما ضربني ضربه ده، فقام قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ده كذب ساكت. لا عمرو بن عنده ولد ذاته في مصر، ده نمرة واحد، ولا السابق في فرس، ولا لاقى القبطي، ولا في قبطي جاء المدينة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا قال له، ولا عمر بن الخطاب جاب عمرو بن العاص، ولا جلد ولده قدامه، ولا قال له الكلام ده، كله كذب بتاع سيد قطب والأخبارية الحمقى المغفلين والشيعة ناس ذكرهم ابن جرير الطبري في المقدمة، ناس أبي مخنف لوط ابن يحيى وغيرهم، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر، فهمت؟ وذكر القصة دي من غير إسناد، والإسناد فيها معضل، وده من أقسام الحديث الضعيف زي ما قال الإمام البيقوني، والمعضل الساقط منه اثنان، يعني في نفرين ما فوق. فده زول ما يقبل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقبل بأخبار فارغة وفاشلة في الصحابة. يا عمرو بن العاص يقر ولده على ظلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناء العاص مؤمنان عمرا أو مؤمنين عمرا وهشاما، هشام بن العاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فيجد الصحابة العظام اللي عندهم الفضل الكبير الفتح البلدان يجي يتعلق فوقهم وينبزهم لك، ده سيد قطب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة. لو أنت ربنا سبحانه وتعالى رزقك مال قدر جبل أحد، قدر جبل أحد، وأنفقت في سبيل الله ذهب، وجاء صحابي شاليه في تريته أو أي حاجة قدر كفين الاثنين، ده المد
وأنفقوا في سبيل الله أو نص المد كف واحد، وأنفقوا في سبيل الله ما أنفقه الصحابي يضاعف أعظم من الذي أنفقته أنت. عرفتها؟ لأنه دين ربنا سبحانه وتعالى رضى عنهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اجوا لأخوان المسلمين، أسيدهم سيد قطب البدافع عنه المدعو عبد الحي يوسف، اجي يقول: يا أخي سيد قطب سيد من سادات المسلمين، والله هذا لا يسوى شيئا عند المسلمين، وهذا ضال من ضلال هذه الأمة، ذول مجرم مستهبل وكذاب المدعو سيد قطب. وانت ذاتك يا عبد الحي يوسف لو بقيت تدافع عنه انت زي واحد ما تغضب للصحابة وتجي تدافع عنه. طيب اديك كلام تاني لهذا الرجل، عرفته؟ قال: هذا التصور لحقيقة الحكم، يعني في زمن عمر بن الخطاب، قال: قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام. شوف الكلام ده كيف، يعني لو ما شوية كده عثمان رضي الله عنه في الصحابة ونزلت فيه آياته كده كان كفروا لك ذاته. قال: التصور بتاع الإسلام عن عمر بن الخطاب نقص، قال في زمن عثمان نقص، قال تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان، قال: وإن بقي في سياج الإسلام لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير. شوف الطعن ده كيف طعن. عشان كده الشيعة في إيران بينشروا الكتب بتاع السيد قطب، تيجي تقول لي سيد من سادات المسلمين يا عبد الحي يوسف؟ عثمان بن عفان الحسن البصري، أمشي راجع كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي الإمام، قال الحسن البصري، والكلام ده ذكره ابن تيمية وغيره، قال لك وذكر الذهبي في كتاب سيرة أعلام النبلاء وغيره من العلماء، قالوا: ما كان يمر يوم في زمان عثمان رضي الله عنه إلا وينادي المنادي أن هلموا إلى أعطياتكم. يعني أنت تخيل أنت قاعد في الجامعة كده بعد شيء بتسمع زول بكورك: يا ناس هوي تعالوا شيلوا حقاتكم. بس زول برا كده: يا ناس تعال أنت سوداني جيب الرقم الوطني تجيبه ادوك مليون جنيه. في شنو يا ناس؟ في كفالة؟ لما ده غير الكفالة، فهمت؟ شغل مجية. قال: حتى يأتي المنادي ويقول: تعالوا وخذوا نصيبكم من المال، تعالوا وخذوا نصيبكم من السمن ومن العسل. شوف الكلام ده كيف. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ما ينفق الصدقات اللي بيجيه في بيت مال المسلمين، بعد ما ينفقها كلها وبيت مال المسلمين ما يفضل فوقه أي حاجة، قال بعد ذاك بيصلي ركعتين في بيت مال المسلمين بعد ما وزع ورجع للناس حقهم. الكذاب المجرم الدجال سيد قطب يجي يقول عثمان بن عفان ما كان قاعد يصرف الأمور تمام. مجرم مجرم، وأي زول بيدافع عنه مجرم، فهمت؟ سيد قطب ده يتكلم في الصحابي عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عنده غافلة جاية المدينة، زمن بتاع قحط شديد وزمن بتاع مجاعة. عثمان رضي الله عنه كان عنده غافلة بتاع التجارة، وكان رضي الله عنه من أغنى الناس، بل كان أغنى من الدولة الإسلامية ذاتها. عثمان رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يجهز جيش العسرة، عثمان بن عفان جاب 700 فرس أو جاب 700 ناقة جاهزة، بس فهمت تركب عليها وتمشي تجاهد في سبيل الله، سلاحها قاعد، الزاد بتاعك قاعد، مويتك قاعدة، كله قاعد. لما نقصت تماها بالخيل 300 خيل، وجاب مال للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال الذي أنفق في سبيل الله ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يجي سيد قطب ينبذه ويقول ده أصلا شيخ كبير ساكت، يعني ما كان بيصرف أمور الدولة الإسلامية صح. عثمان بن عفان جاءت القافلة على المدينة والناس في قحط شديد وجد، فتجار المدينة لما سمعوا بخبر الغافلة طوالي جو جارين لعثمان رضي الله عنه، جوه قالوا له: يا عثمان سمعنا عندك غافلة ونحن حابين نشتريها منك. طبعا التاجر بيشتري عشان يبيع شنو؟ بزيادة ويستفيد هو.
عثمان قال لهم اها عندكم شنو؟ قالوا له بنديك بالضعف ضعفين. قال لهم في هناك من اعطاني اكثر من ذلك. قالوا له خلاص ثلاث اضعاف. قال له هناك من اعطاني اكثر من ذلك. قال له اربع اضعاف. قال لهم في من اعطاني اكثر من ذلك. قالوا له خمس اضعاف. قال لهم في من اعطاني اكثر من ذلك. قالوا له نحن تجار المدينه ولا اكثر من ذلك. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى قال ها مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت شنو؟ سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لما الغافلة وصلت المدينة عثمان رضي الله عنه وزع على الناس بالمجان كله. اجي سيد قطب والبدافع عنه عبد الحي يوسف بدون ما يخجل عبد الحي يوسف ويكتم الحق والكلام ده عارفه انه قاعد موجود وانه بيطعن في الصحابة عارفه عبد الحي يوسف لكن انسان مكر مجرم فهمت؟ تدافع عن زول زي ده؟ زول زي ده؟ ولو انت جاء داير مناظرة في انه الكلام ده صح ثابت للصحابة تعال تعال نناقشك. طيب لغاية ما قال شنو؟ قال واخيرا ثارت الثائرة على عثمان وده العلماء ذكروه في مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان راخي للأمة الإسلامية فهمت؟ وكان يعني يعطي المسلمين و يدعم المسلمين فهمت وكان إمام رحيم والبنبذ يتجاوز عنه وكده ها حتى قال الحسن البصري وابن العربي المالكي وغيرهم من العلماء قالوا أرزاق دارة وذات بين حسن الناس أرزاق ماشة والبين المؤمنين حسن قال فلا يبغض مؤمن مؤمنا لما شافوا أعداء الإسلام الكلام بالطريقة دي طوالي قاموا افتعلوا كذب على عثمان رضي الله عنه وقاموا جابوا كذب على عثمان رضي الله عنه ذكروا الإمام ابن العربي المالكي في كتاب العواصم من القواصم وقاموا يدعوا عليه 17 مزلة ديل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرب وقال يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الربيع فهمت؟ فديل الخوارج ديل قاموا يتجمعوا ناس عبد الله بن سبأ اليهودي وحكيم بن جبلة فهمت؟ وناس غير من المجرمين قاموا يجتمعوا وانتظروا لغاية ما الصحابة مشوا موسم الحج قاموا جالي عثمان بن عفان رضي الله عنه شوف الكلام ده كيف جالي عثمان رضي الله عنه وقاموا قالوا له نحن عندنا مآخذ قاموا جابوا 17 مأخذ من ضمن الكذب اللي جابوه قالوا عثمان رضي الله عنه ضرب ابن مسعود لغاية ما فتق أمعاه ها والعلماء قال لهم لو فتق أمعاه لما عاش ابن مسعود لو فتق أمعاه لما عاش لكن ده كذب ساكت فهمت وابن مسعود رضي الله عنه كان يجل عثمان وكان واليا على الكوفة ابن مسعود رضي الله عنه كان إمام عثمان رضي الله عنه يقدمه وما آذى أحدا من المسلمين كويس ولما فوقهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأشار لعثمان بعد ما وراهم الآيات والأحاديث وكلامهم أجابوا الكذب كله ها أجابوا رد لهم عليه جاء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال له الناس ذي الناس بتاع فتن خليني أنا أجيبهم لك أقطع لك رقابهم فعثمان بن عفان رضي الله عنه قال له يا زول انا عافيته فمشوا زوروا كتاب ديل كانوا قرابة الألفين نفر مرقوا من المدينة وفي واحدين قالوا الناس ترجع كيف يا ناس قاموا زوروا كتب وزوروا معاه الكتاب ده واحد منهم عامل فوقه انه راجع لمصر او لمحلة معينة وعامل فوقه متخفي وبيعمل في حركات عشان يقبضوه ولما انقبضوه لقوا كلام مزور إنه عثمان رضي الله عنه كاتب إنه أي والي من ولاة الأقاليم يمسك ناس ويكتلهم وده عثمان رضي الله عنه ما كتب فقاموا جو راجعين لما سمعوا أهل الفتن جو راجعين ولأنه دائما الفتن ما بكون فوق حكمة ولا بيكون فوق رأي
وإنما يكون فيها الرأي للعواطف التي إذا لم تضبط بالدين صارت عواصف، زي اللي بيحصل الآن في سوريا وفي غيره. يعني واحد ممكن يفك لك كذبة الناس كلها تسمع، ها؟ زي الكذبة بتاعت الناس اللي بيشيلوا الأعضاء دي، فهمت الكذبة دي؟ مشت في الناس طوالي، الناس مشت فوقهم وكويس ذاتها شوية كده روقت في بعض الممارسات الشينة. كان في نسوان بيجيفهم في الزلط بنات، فهمت؟ واحدة بتجيف في الزلط، مما لجاء دي طلعت طلع أي قريت زي ما بقولوا طلع شدرته، فهمت؟ وفي هوس كثير في وحدات بيقوم وإشعاع ساكت. الإشعاع دي لما تقوم الشغلة بتجوط. شوف في مصر دي كيف، في مصر الشغلانية جاطة، المشاكل مدورة، الأمن بيقى ما مستتب. شوف لما تقوم مشاكل والبلد ما تكون فيها استقرار، لا بكون في أمن ولا بكون في أكل، والناس تلقاهم مارقين يقول لك الأسعار زايدة. ووك أنت لما تبرك الأسعار دي بتمشي فوق وما بتجي راجعة تحت. 2000 وكم؟ 2000 و... بعد 2011 آخر مظاهرات كانت كم؟ ها؟ 14. الدولار كان أظن بستة وماشي على 8 و9، صح ولا ما صح؟ والناس مارقين مظاهرات ويسقط يسقط. وفي النهاية أنت لما تمرق ما بتغير حاجة، والله ما بتغير حاجة، ولا أنت الراجل اللي بتغير حاجة، فهمت؟ ما بتغير حاجة، لأنه في ناس راجلنك هناك جماعة بتاعنا الكجر لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهمت؟ ما بتقدر، فهمت؟ وأي زول معترض على كلامنا ده نحن بنفتح له فرصة للنقاش، والله مهما يكون عامل فوق ود نظيف ومجية بندخلك هنا نمرضيك الواطة، لأنه ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لك ما تمرق، عندك دليل أو رأي أو منطق أو حجة بتقول لك أمرق، فهمت؟ فدال دال لما مرقوا إلى الآن الدولار ماشي 22 وماشي لفوق ما رجعت. عشان كده الحسن البصري قال لهم يا ناس السلطان الجائر نقمة الله على العباد، قال لهم لو دارين ربنا يفرج عنكم أسألوا الله وتوبوا لله، ولا تقابلوا البلاء من الله بالسيف، فإن بلاء الله لا يقابل بالسيف، البلاء لا يقابل بالسيف، وإنما يقابل بالندم والتوبة الاستغفار، تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيجعل عليك هذا السلطان رحمة، لكن لو مرقت ما بتعمل حاجة. أسي الناس المرقوا عملوا شنو؟ ما بتعمل أي حاجة، فهمت؟ فالناس اللي بيمرقوك بعد شوية الناس تلقى مظاهرات، وفي النهاية بيعملوا لك حظر بتاع تجوال، ولا بتلقى رغيف لا بتلقى عيش لا بتلقى دكوة ما بتاكل. لكن الناس اللي بيحرشوا تلقاه قاعد تحت الفيسبوك، واحد تلقاه مدسي ورا الشاشة كويس، واخرجوا ويوم كذا سوف نخرج وسوف نفعل، ده ما بيمرق لأنه خواف جبان، تلقاه بس بيحرش في الناس امرقوا، وهو تلقاه مرطب قاعد، وقبل ما الناس يمرق هو بكون زمان زي النملة دس الرغيف بتاعه واللحمة بتاعته جهزها بدري، فهمت؟ لأنه عارف الشغلة دي بتكتب. وفي النهاية ما الناس ما بتمرق بحاجة، الناس كان بيكوركوا حسني مبارك حسني مبارك ولا بد نشيله، والأخوان المسلمين قالوا كفر، جاءوا السيسي أها رأيكم شنو؟ أها بتحلها كيف؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم زمان قال لك، قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك في البخاري. فانت لو دار الحال تصلح ما بتمرق مظاهرات، مظاهرات ما بتحل، ما بتحل الا تتوب لربنا سبحانه وتعالى، تخلي العلمانيه وتخلي الاحزاب وتخلي الديمقراطيه وتخلي معارضه امر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذاك تنصلح. لكن ما دام مباريه لي مظاهرات ونخرج، والغريبه ما بيخرج، انا ما اعرف ليه ما بيخرج. الواحد تلقاه عامل فوقه بلعام ابن باعوراء، وافتكر وينبغي وانه وما بيمرق، انت ما تمرق، ما تمرق، ذاك مش الشارع، والغصر بيجي اقرب محل اقرب جامعه هذه لها جامعتكم دي للغصر، شارع واحد شفت وين وي ذاته، فيه كم اسطوب، اسطوبين بس، مش اسطوبين بس، امش امرق امشي اقلبها، تقدر تقلبها؟ آه زي ما واحد عمل له كاريكاتير من ناس الانتباه، قال له هذول يقلبوا شنو ديل؟ قال له الرجال مشوا الذهب، ما في هذول ديل عطاره ساكت، فهمت؟ ما بتقدر تقلب الشغله دي، فهمت؟ ولو داير امشي جرب، ذاك مش الباب فاتح امرق، لو ما فاتح احنا بنكسر لك الطبله ونقول لك اتفضل وبنطبلها وراك عشان ما تجي راجع، مش انت مناضل؟ يا ناس ما تلعبوا علينا نحن. وشوف المشاكل دي ما بتضرر، ما بتتضرر منها الا انت. تلقى بعد شيء ناس عملوا مظاهرات في الجامعه، في الجامعه دي بس الجامعه قفلت. يا ناس في ناس دارين يتخرجوا،
وفي ناس الزول امه بتشتغل له تسالي، امه بتشتغل له شاي، وبتشتغل شغل بسيط شغل بسيط عشان هو يتخرج وعشان هو يمرق. في ناس هو ذاته بيمشي يزرع موسم عشان يجي يقرا الجامعه، في ناس بيشتغلوا في الاجازه عشان يجي يكمل قرايته دي. انت لما انتهي تقفلها له ما ضيعته يا اخي، ما ضيعته. لكن دي الناس ماجورين ماجورين، وفي النهايه انت المركت معاهم ديل ما حيدوك معاهم حاجه في الكيكه، باقي لك بفك عليك الكيكه دي. ياخذ احزاب منتهيه من زمان، امين الجبهيه ديل جو الناس ديل بيقولوا وسوف نفعل وسوف نسقط وسوف 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 لغايه ما البلد دي اتملت نجيله وسوف. ما في اي حاجه، ما في اي حاجه، ما في تنظيم شادي حيله عنده كريعات يقدر يمرق. اخر حاجه عملها قبل ينقد الهالك الكافر داك تاع الشيوعيين يموت داك، نقد قام معاه بتاع المؤتمر الشعبي معاه واحده اسمها مين، قاموا يتلملموا قالوا دارين يمرقوا في ميدان التحرير كويس. بعد شيء كلهم واحد فوقهم ما جاء، نقد قام عايزين شحد له قلم شيني من بتاع مكتبه وشال له اسمها شنو كرتونه واقعه في الوطا، كتب لهم حضرنا ولم نجدكم. ما بتجوا انتم، بتجوا وين؟ ما بتجي، فهمت؟ وده كله من الهوس واللعب. طيب نرجع للكلام ده، قال واخيرا ثارت الثائره على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر الى الامور بعين الاسلام ويستشعر الامور بروح الاسلام ان يقرر ان تلك الثوره في عمومها كانت فورا من روح الاسلام، وذلك دون اغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبع عليه لعنه الله. طيب يعني ناس الكتل عثمان بن عفان ديل من روح الاسلام؟ عليك الله شوف الكلام ده كيف، ها؟ عشان تعرف انه منهج سيد قطب والاخوان المسلمين ده المنهج المرق منه التكفير، مرق المنهج المرق منه التكفير. واول ناس خرجوا هؤلاء الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهمت؟ وده هو المنهج الباطل. وانا بستغرب حتى العلمانيين ديل بالمناسبه خوارج، العلمانيين ذاتهم هم بالمناسبه خوارج، لأن العلماء قالوا الخوارج جمعوا صفتين. الصفة الأولى أنهم يكفرون الحاكم والمحكوم بغير وجه حق، والصفة الثانية أنهم يخرجون على الحاكم بالسيف، والكلام ده ذكروه العلماء في كتب العقائد موجود ومسطر. طيب لو في سؤال أو مداخلة أو نقاش فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة للأسئلة المباشرة أو المداخلات، أو لو في ذول كلام ده ما عجبه أو معتبره ده كلام تخلف ساكت أو ما عندكم دليل أو أنتم بتغشوا في الطلبة، سائل فرصة مفتوحة للمداخلات. طيب قال النفاق والمنافقين الذين تحدث القرآن عنهم، يعني كيف نعرف أو تعرف المنافقين والأحداث المشاكل والمواجهة بين علي ومعاوية ما أسبابها؟ أليست النفاق مهم؟ كاتب كلام كده. طيب النفاق والمنافقين يا أخواننا صفات، والنفاق زي ما قالوا العلماء هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، أنت تبطن الكفر وتظهر شنو؟ الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى جلاهم في كثير من صور القرآن، ومن أعظم الصور التي فضحت المنافقين سورة التوبة، قال ابن عباس سميت الفاضحة، ما زال ينزل قوله تعالى ومنهم 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 حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم، سورة التوبة. وكذلك سورة المنافقون ربنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، عرفت؟ وعندهم صفات كثيرة جدا مذكورة في السنة، وده نفاق عملي، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب إلى آخر، ده يسمى بالنفاق العملي أو النفاق الأصغر. في النفاق الأكبر وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهو الزندقة الموجودة الآن، تلقى واحد يعمل لك فوق مسلم ويجيب لك زندق زي شغل الصوفية وناس محمود محمد طه وغيرهم، وإن كان ده صرحوا به، فده النفاق والمنافقين. وبتعرفهم باسمهم، مما تلقى زول بيطعن في الدين او بيشكك لك في شعيره من الشعائر، يقول لك يا زول الصلاه دي ما حاجه كده،
ما حاجة كده يقول لك الصلاة دي ما ضرورية. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا شنو؟ كسالى. دي من صفات المنافقين. الترابي قال يتكلم في الصلاة دي، فهمت؟ والترابي ده ما منافق، ده زنديق عديل، فهمت؟ الترابي قال هنا في الندوة 2006 جابوا اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، قال انت في الصلاة هسي قال بتقول السلام عليكم السلام عليكم، بتسلم على منو يعني؟ فهمت؟ وطيب انا دارني انتهي من الصلاة كيف؟ لما ننتهي من الصلاة اخش الواتساب ولا اعمل سيلفي مع روحي ولا اعمل شنو يعني؟ ما الصلاة انتهت نعمل شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الصلاة انتهت تسلم، فهمت؟ قال تحريمها التكبير وتحليلها شنو؟ التسليم، دي الصلاة. ومحمود محمد طه قال الإسلام ده أصلا رسالتين، الرسالة الأولى دي الجبهة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الرسالة الثانية قال دي حقتنا نحن. ومن ضمن ما جاء به أنه قد سقطت عنه الصلوات فكان لا يصلي، فهمت؟ وسألوا بنت ذاته في اليوتيوب قالوا لا الأستاذ كان بيصلي؟ قالت لهم لا كان بيصلي صلاة الأصالة. صلاة الأصالة معناها شنو؟ معناها ما كان بيصلي. زي ما سألوا الصوفي قالوا له وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلم أني أصلي بمكة. تلقاه خش الديوان جوا، الشيخ الصلاة جات يقول لك لا لا أمشي، والحيران يقول لك لا لا يا زول الشيخ ده بصلي في مكة، بيصلي في مكة، وناس مكة صلوا قبل، لكن هو الفكي مستهبل ومجرم ما بصلي، لأنه الشيطان بتاعه قال له عشان أنا أخدمك لابد تعمل واحد من حاجات، تخلي صلاة من الصلوات خاصة الفجر أو العصر، أو تقوم تدنس المصحف، فهمت؟ أو تسب الدين، فهمت؟ واحد بيتكلم أبوه كان فكي بتاع طريقة، أهله أو الحيران بتاعين أبوه قالوا له يا زول هوي تبقى الخليفة بتاع أبوك. قال لهم أبوي ده كان بيسوي شنو؟ قال لهم من ضمن الحاجات الله يكرمك أبوه ده كان عنده محل معين كان بيتبول فوقه، لما مشى حفروا بالليل لقاه مصحف مدفون تحت، مصحف في واحد ساحر كان ساحر وتاب اسمه حامد آدم موسى قاعد في شارع واحد الحاج يوسف ده، قال نحن أنا 17 رمضان قال ما صمت، لأنه الشيطان بتاعه بيقول له ما صم، وده شغل بتاع المنافقين. أما ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنه، أول أخواننا ما يجوز الحديث عما شجر بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك بين الناس، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، عرفتها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتردي عنه، لأنهم كلهم أهل الجنة، عرفت؟ عمر بن عبد العزيز قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، وقال بعضهم إنما قاتل أهل الجنة أهل الجنة، عرفت؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة منهاج السنة النبوية في الرد على أهل الشيعة والقدرية قال ولكن إذا جاء مبطل يقدح فيهم وجب الرد عليه، عرفت؟ فبيجب في الحالة دي، هم الآن النازل الآن قاعدين ينشروا الكلام ده، فدي كانت عبارة عن فتن بيشعللوها المنافقين، عرفت؟ يشعللوها المنافقين، الكتل عثمان رضي الله عنه بعد ما كتل عثمان لقوا إنه المسلمين ما حيخلوهم، معاوية رضي الله عنه كان قريب عثمان من بني أمية وطالب بدمه رضي الله عنه، فقاموا استغلوا الشغلة دي المنافقين، وجزء منهم اتحشر في جيش علي رضي الله عنه، وبقوا يقوموا الفتن عشان الأمور ما تهدأ وما يقدروا يقتصوا منهم. ده خلاصة ما حصل. وإلا علي رضي الله عنه كان يقول لما سئل عن عثمان قال كيف بكم برجل يدعى في السماء ذا النورين، ذا النورين، عرفت؟ وكان يعرف له قدره رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولما حاصره الخوارج المجرمون أرسل علي رضي الله عنه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وجاء أبو هريرة رضي الله عنه وغير من الصحابة القلة اللي كانوا موجودين في المدينة، لأنه غالب الناس مشوا حج في تلك السنة. فعثمان رضي الله عنه بعد ما وعظ الخوارج وأبو يتعظ
وقال للصحابة قال لهم أنا ما داير زول يعني يقتل في سبيل الله بسببي أنا، وده الخليفة. وقال لهم مش علي عليكم إمرة واجب عليكم تسمعوا وتطيعوا لي، قالوا أي. قال لهم أي زول يرجع، فرجعوا. والموالي بتاع عثمان قال لهم من أغمد سيفه فهو حر، عرفت؟ والصحابة ما كانوا متوقعين إنه العواليق الخوارج ديل يصل بهم الحال إلى أن يقتلوا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وما يعلم أن أحدا من الأولين والآخرين أرخى سترا على ابنتي نبي إلا عثمان. من الله خلق الدنيا لغاية ما تقوم الساعة، بني آدم رجل أرخى سترا أي تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. فعثمان عنده فضائل كثيرة جدا، ها، ولكن سيد قطب للأسف الشديد، وده قرونا له نحن في المنهج، وجابوا لنا قصص باطلة تقضح في الصحابة وتطعن في الصحابة، وتصور لك الصحابة إنهم مجموعة من الغششة ومجموعة من الكذبة، ده كله مأخوذ من كتب سيد قطب، فهمت؟ وإلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم، قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، إلى آخر الحديث. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في الدين ورفعوا السيوف وقاتلوا الآباء والإخوان والأعمام والأخوال في نشر هذه العقيدة الصحيحة بكل بساطة. يجينا سيد قطب والأخوان المسلمين يقدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من عندهم من المناقب، الشيء الواضح يا أخو عثمان بن عفان عنده كرامات، عنده كرامات رضي الله عنه. لما ديل حاصروا عثمان رضي الله عنه من الليل، بالليل شاف رؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفطر عندنا الليلة، فعلم رضي الله عنه أن هذا بشارة له بأنه سوف يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوالي أصبح صائم، أصبح صائم عثمان رضي الله عنه. قال ولبس عليه سراويل وشدها عليه حتى لا تنكشف عورته رضي الله عنه، ثم نشر المصحف وصار يقرأ. فدخل عليه كنانة ابن بشر التجيبي من مصر، مجرم من مجارمة الخوارج، فقام لقى عثمان رضي الله عنه بيقرأ في المصحف، فقام يعني ضرب عثمان في وجهه كذا. فجاءت امرأة عثمان فقالت إن تضربوه فإنه لطالما ختم القرآن في ركعة، فقال لها الخارجي وضربها، قال ما أعظم عجيزتها. ده المجرم الكلب ده، وده فيه دليل العلماء قالوا إنه الخوارج ناس فسق ومجارم، عرفتها؟ فقال له عثمان ما لك قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار، عرفتها؟ بعد ذا قام طعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، قال 8 لله وواحدة لشيء في نفسي. شوف العفن ده، دار يخش الجنة بكتل صحابي، يجي يمدحه سيد قطب ويدافع عنه عبد الحي يوسف بيقري في الجامعة دي، فهمت؟ ويدافع عنه نائب الرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الإصلاح بالسودان، ويقول ويدافع عن سيد قطب، وقال كتابه في ظلال القرآن كتاب قيم في مجاله، وسيد قطب إمام واو إلى آخر من الكلام الفارق اللي قاله نائب رئيس أنصار السنة، عرفته؟ فبعد ما قتل عثمان رضي الله عنه الناس المجرمين ديل، راوي الحديث قال بعد سنين لقيت الزول الضرب نائل زوجة عثمان، قال لقيت لي ضقل، حاجة زي الضقل، مقطع اليدين ومقطع الرجلين ومكفي على وشه، قال قلبته كده. قلت له انت منو؟ قال انا الذي دعا علي عثمان. قلت بما دعا عليك؟ قال دعا علي ان يقطع الله يداي وقد قطعتا،
وأن يقطع رجلاي وقد قطعتا، وأن يعمي بصري فقد عمي، وأنا أنتظر الرابع أن أدخل النار. ها ديل الأولياء ذاتهم أنت قايلهم بتاعين الهبر وماله بتاعين البرعي والعلاق بتاعيننا ديل، ديل الأولياء فهمت؟ تتكلم فوقهم ربنا سبحانه وتعالى بيخزيك. الإمام الذهبي في السير أعلام النبلاء قال واحد من الأحناف وكان متعصب للمذهب الحنفي، وجاءت مسألة المصراء، المصراء دي بيعرفوها أهلنا ناس البهائم، الزول لما يجي يبيع البهيمة بتاعته بيقوم بيديها فترة ما بيحلبها عشان تدير لبن تمام، وبيمنع العجل ولده ما يرضع منها، فانت بتشوف من اول مره الضرع بتاعها كبير بتقول دي ما شاء الله شنو بتنجي بتجيب لبن تمام، وبيغلي لك السعر. وفي حديث ابي هريره انه الانسان ياخذها كم يوم ويحلبها، بعد ذاك هو بالخيار، ان شاء اشتراها وان شاء ارجعها ومعها صاع من تمر، عرفتها في حديث ابي هريره. فده بناظره في بغداد في المسألة دي، قال وذكر عنده حديث أبي هريرة، فقال أبو هريرة عندنا غير مؤتمن أو غير موثوق أو كلمة نحوها، قال فسقط علي حية من سقف المسجد، قال فهرب والحية وراءه، فقال له الناس تب تب، قال تبت تبت، قال ثم توارت عن أعين الناس. دي الصحابة في صحيح البخاري. سعد بن أبي وقاص جاء واحد من أهل من أهل العراق، جاء لعمر بن الخطاب قال له سعد بن أبي وقاص ده من صفاته كيت وكيت وكيت، فقام عمر بن الخطاب نادى سعد رضي الله عنه وقال له إن أهل العراق قد شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد رضي الله عنه، والحديث جاب البخاري في كتاب الصلاة، قال إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأركض في الأوليين، يعني في الركعتين الأوائل بركض، معناه بتقل يعني بطول يعني الركعتين، قال وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال له نحن عارفين لكن لابد من أن نجري الأحكام على ظواهرها، وهذا من عدله. ثم أرسل معه رجالا فدخلوا مساجد الكوفة يسألون عن سعد، فكلهم يثني على سعد خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني أسامة، فقام رجل وقال لهم أما وقد نشدتمونا، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. ذم سعدا أنه خائف، أنه خواف، وأنه جبان، وأنه ظالم، وأنه لا يعدل ويأخذ أموال الناس. اتورط، فقال له، قال سعد رضي الله عنه أما وقد قلت ذلك ذاك، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. راوي الحديث قال لقيته بعد سنين طويلة، قال لقيت زول حواجبين واقعة في عيونه، زول كبير وبيشحت في الناس، قال ويغمز الجواري بالطرقات، بيشغل في البنايات الصغار. قال له اتمنوا، قال له انا دعا علي سعد بهذه الدعوات، فما تتكلم في الصحابة يا سيد قطب، وما تدافع عنه عبد الحي يوسف والهواري محمد الأمين إسماعيل وغيرهم من أنصار السنة وغيرهم من الناس ال بيطعنوا في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يدافعوا عن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الصحابة دي الخط أحمر، فهمت؟ طيب لو في فرصة مباشرة الفرصة مفتوحة للمداخلات. طيب قال هل النزاع بين الرسل عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم كان في توحيد الربوبية؟ لا، وده الكلام اللي بيقوله سيد قطب في المجلد الأول من تفسيره بتاع ظلال القرآن، قال الصراع كان في الحاكمية، وقال الحاكمية هي من أخص خصائص الربوبية، والكلام ده رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري، الاستغاثة في الرد على البكري، قال وليس أخص صفات الرب شيئا معينا، عرفتها؟ قال فإن الله يختص بالرحمة الكاملة
وبالعزة الكاملة وبالقدرة الكاملة. فكونك تقول لي من أخص خصائص الرب الحاكمية، كذلك من أخص خصائص الرب الرحمة، وكذلك من أخص خصائص الرب العلم، وكذلك من أخص خصائص الرب القدرة، وكذلك من أخص خصائص الرب الحكمة الحكيم، وغير من الصفات. فإنت لو مسكت في توحيد الحاكمية، نحن بنمسك في توحيد الرحمة، ولا ما من التوحيد، من التوحيد ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فتنظير سيدوط ده تنظير فارغ ساكت، وده كتابه معالم في الطريق موجود، الكفر فوق الناس. وأما دعوة الرسل فكانت إلى دعوة للناس إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. الشغل الوروك له وأخواننا قبيل ده ناس البرعي، تقول لك يم نادي نادي لسيدي الحسن جبل التاك المؤتمن، فهمت؟ ويا حسن بجلابية التمساح دخل الشايقية، نادى له 99 ولي لأنه التمساح دخل الشايقية. قال الأولياء بعد ذاك أي واحد رمى سهم في التمساح وكتلوا التمساح. أسي التمساح ده لو جريت لك، لو جريت لك خرطوش أو ناديت لك أقرب عسكري ده دار له شرك، فهمت؟ لكن ديل بيصوروا لك إنه الأولياء ديل بيعملوا أي حاجة وبيصروا في الكون. طيب قال لماذا تحكمون على أناس آلوا إلى الله بالضلال؟ ده سؤال يعني سؤال منطقي جدا ومهم جدا. يعني ناس ماتوا ليه تحكم عليهم بالضلال؟ لأن أخواننا هم ماتوا لكن أفكارهم ومناهجهم ما ماتت. لو الناس الآن بقوا موحدين وما بنادوا غير الله، معلش تعلمني ليه تكلمت في فلان، مع أنه برضو مفروض أنا أتكلم عنه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الساعة ما بتقول حتى ينسى ذكر الدجال على المنابر. لابد نجيب لك الزول ده عشان انت تحذر وتبعد منه، فهمت؟ أما الإنسان المات فإما أن يكون مات بضلالة زي ناس سيد قطب وزي ناس حسن البنا وزي البرعي والكباشي والمكاشي وزي الترابي وغير من الضلال، فده ضلال وما مات معه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون. بين فرعون والنبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ قارون وهامان وقوم نوح وقوم وعاد قوم هود وقوم صالح والمؤتفكات وغيرهم من الأقوام القرآن ذكرهم. ليه ربنا ذكرهم؟ ما ماتوا، لأن أخواننا الضلال بتاعهم انتشر، وحتى يعلم الناس ولا يقعوا في هذا الشر، عشان الناس ما تقع في الشر، عرفت؟ وديل إذا ماتوا في ناس الآن قاعدين ينشروا في فكرهم وبيروجوا لهم، وليل يوم الليلة الكتب دي قاعد تطبع إلى يوم الليلة، الكتب دي كلها قاعد تطبع، كتب الصوفية والأخوان المسلمين حتى كتب الشيوعيين إلى اليوم هي الآن تطبع وتجدد الطبعات. طيب قال ما هي مآخذكم على جماعة الإخوان المسلمين؟ مين قبل بنتكلم فيها؟ قال وهل يجوز للمسلم أن ينتمي لهم؟ حرام عليك، حرام عليك تنتمي لهم، بل ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالحذر منهم. ربنا قال وإذا رأيتم ربنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ها دين ربنا سماهم لك، زول تلقاه زي الأخوان المسلمين ويتكلم لك في الصحابة ويتكلم لك في القرآن ويكفر في المسلمين، دين ربنا أمرك بالحذر منهم، كيف أنت تمشي تنتمي لهم؟ وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. عشان كده نحن دعوتنا لك دي ما في أي انتماء، ما بتجي تسجل معانا وداك رئيس الجماعة وغررنا إنه لابد تعمل، لا ما غررنا، تمنو ذاتك عشان تغرر، ولك أنا الأمين العام للحركة الإسلامية، وقال لك اتحرك منو ذاته أنت المفروض أول حاجة تعلم أنت بتتحرك ساي. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل،
قبل ما انت تعمل وقبل ما انت تعبد الله وقبل ما انت تتحرك وقبل ما انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتتقرب له، اول حاجه تتعلم العلم اول شيء، عرفتها؟ حتى بعد ذاك تمشي تتعلم وتتحرك وتوري الناس، والا حصل الفساد الذي يحصل في العالم اليوم، عرفتها؟ استغلوا الكفار، الكفار استغلوا منهج الاخوان المسلمين. خش النت الان بتلقى اوباما جوا الكونغرس الامريكي زارينه لانه دعم حكومه محمد مرسي الفات الاخ المسلم ب 8 مليار دولار عشان يتنازل من 40% من ارض سيناء لصالح الفلسطينيين عشان اليهود يمرقون من فلسطين ويدخلون في شنو؟ في ارض سيناء، وكده تكون شنو؟ يكون ديلك سيطروا على الشغله. 8 مليار تقول لي يا اخوان مسلمين ورافعين لك شعار وشنو؟ السيف والكتاب مش؟ واعدوا عاملينه لك في النص كده واعدوا، انتوا بتعدوا لمنو ذاته؟ كده ورونا قاعدين تعدوا لمنو انتوا؟ فده الناس استغلوهم ركبوهم، ركبوا مناهجهم الفارغه وبقوا يشوهوا بهم الاسلام. الليله لو مشيت اتكلمت للكافر ده الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى والاسلام بريء منهم، تيجي تتكلم له 12 ساعه يقول لك صح والله انت شكلك ما زي المسلمين الثانيين، لكن ده تنظير ساي ما بيتطبق. يقول لك الان شوف جماعاتكم الموجوده دي، جماعه داعش، جبهه النصره، والحاصل في سوريا والعراق ده كلهم بيشاكلوا في بعض، مسلم بيقتل مسلم، ناس داعش كفروا ناس القاعده، والقاعده كفروا ناس النصره، والقاعده قالوا نحن الجداد الكبيره جبناكم شت، انتم عباره عن فرخ بتاعنا، ليه ما تدون الولاء؟ ناس داعش لانه مسكوا البترول في سوريا قال لهم انا احنا مقرشين، انتوا تخشوا تحتنا، والظواهري يتكلم مع البغدادي، والبغدادي وغادي اوباما نايم وترامب نايم وصمويل ايتو نايم، كلهم نايمين، لا في زول شاكلوا، لا في زول سالوا، لا في زول شغال بيهم، نحن المساكين المشاكل اللي بتجينا نحن في ظهرنا، نحن المساكين تجي في ظهرنا، السبب شنو؟ السبب المناهج دي، المناهج دي القاعده دي، وديل اساتذه كبار وديل الناس ما يتكلموا فيهم، وديل يا ناس انتم ما خليتوا زول لما تجي توري الناس الحقيقه، لانه اكثر الناس ما دارين الحق، دارين تحاربوا داعش، المناهج دي احرقوها برا برا. المنهج بتاع السودان ده لابد يتظبط يا اخي. في منهج ثالثه الصفحه 160 تقريبا او 170 الكتاب بتاع الاسلاميه بتاع ثالثه، جيبوا اسيبوا امرقوا لك، قالوا الخوارج قال هي من الفرق الاسلاميه وتتميز هذه الفرقة، عليك الله يجيب كتاب سنة ثالثة، قال وتتميز هذه الفرقة قال بالصدق، قال تتميز بالصدق، أنت قال الخوارج ديل منو؟ الخوارج ديل ما ناس داعش ذاته. اتخيل نحن في كتاب سنة ثالثة بنقرا إنه الخوارج ديل سمحيين وناس صادقين وناس شجاعين وناس تماميين، والناس اللي كتبوا الكتاب ده ما علقوا بحاجة، ما نقضوا على الخوارج ولا قالوا انه الناس ذي حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذاك الناس تكورك، في شباب مشوا داعش، في شباب مشوا ليبيا، وفي شباب مشوا مالي، وفي شباب مشوا زائر، ما يمشوا ليه؟ ما يمشوا ليه؟ ما قرينا في المنهج ده وامتحنا سنه ثالثه وقعدنا سنه كامله وقرينا كورس وخشينا معسكرات انه الخوارج كويسين، طيب مالكم؟ زعلانين ليه؟ الناس زعلانه ليه؟ كويس؟ فاذا المناهج دي ما انتهت ناس داعش ما بينتهوا. وداعش ديل الان موجودين في السودان، عندهم فيلم، عندهم مجموعه واحد والشيخ ابزيد ومجموعه كده كانوا محبوسين هنا، قتلوا واحد كافر نصراني اسمه جرانفيل امريكي. وطبعا يا اخواننا حتى الكافر ما بجوز لك تقتله طوالي كده، يعني ما ذا كفر عيونه خضر، هذا كافر امريكي مش داون داون يو اس اي باب تمشي تفجر، لو الشغله ما كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 400 عام أو 40 عام، فهمت؟ ما بتشم الريحة ذاته. ده زول مشى للسفارة السودانية قال لهم يا ناس أنا داير أخش السودان، قالوا له موافقين، اسمك منو، ساكن وين، كاك كاك كا. أنت أمريكي كده كده، أدوك الختم قال له خش، بعد ما بيجوز لك تمشي تقتل ساكت. مشوا قتلوا، جدعوهم هنا في قبضوم وجدعوهم في سجن كوبر، قاموا عملوا عمليه اسمها كسر الغيط، قالوا يهربوا من السجن، فهمت؟ والمهم ناس مرقوا وناس قبضوهم وناس ثاني رجعوهم السجن، وشغل مرتب، ناس بيصوروا تخيل، وناس سرقوا المفاتيح، وناس قدوا لهم نفق من تحت ومرقوا بيه بالسجن ده،
فهمت؟ ده كله قاعد في اليوتيوب كويس؟ ناس ديل ما منظمين عشان تعرف انه ناس داعش ديل الان موجودين قاعدين كويس؟ ديل الان ناس موجودين وقاعدين الان منظمين، بل عندهم واحد داعيه اسمه محمد علي الجزوري، ناس داعش في الطائف هنا، شفت ال اسمه شنو الامم المتحده القديمه الشارع اسمه عبد الله الطيب، المهم بيجاي تخلي اللي هو الادله الجنائيه، انت جاي بشارع بيت ختم تلف يمينك شارع تخش به وشرك، ده عنده قال مركز بتاع تنميه بشريه ولا حاجه زي دي، دكتور محمد علي الجزوري، وشغال طالع في المنبر رابط له عزبتين سود وبأيد في ناس داعش، وان من قتل منهم قال اذا قال الزول اذا قتلوا الكافر العادي انه الشهيد ينال اجر 70 حوريه، قال اللي بيقتلوا الامريكي ده عنده قال 140 حوريه. بنات اهلك بتعرسني انت بتعقد لين انت كويس؟ لعب بالدين ده قال بتاع داعش بأيد داعش فوق في المنبر اسمه محمد دكتور محمد علي الجزولي فوق في المنبر بأيد ناس داعش وداعش تمام، وهو مرطب في الطائف في ارقى الاحياء في السودان، في ارقى الاحياء. انت لو راجل ما تمرق ما عارف الشارع نوريك له نوريك الدرب تمرق لناس داعش عرفتها؟ امش امرق انت ما تمشي تكاتل معاهم، تقعد هنا في السودان وجنبك بيجاي امواج وبيجاي اولاد ام درمان وبيجاي ما عارف عصاير شنو وبيجاي ايس كريم شنو وضارب ومستمتع ومتكيف، والهواء الفريون ضاربه، ومن ما يضربه الهواء بيجيب له ضلالات وبدع جديده، وداعش فوق ويأيد فوقهم، انت قاعد في منبرك ده وقاعد في مكيفك ده، داعش دي بتكون كعبه كيف؟ انت ما تمرق بره هناك، امشي يودوا شباب المسلمين، فهمت؟ ده الناس قاعدين بيجاي ضلال، وفي النهايه زول محمد علي الجزولي دي وهمه منه ساكت، وفي النهايه زول عقيدته نفس عقيده الترابي، احنا عندنا له كتاب الزول ده نفس عقائد الترابي، عدم الايمان والطعن في السنه، وانا حاضر له درس في ابو ادم هناك جنبنا، يعني كان يوم سبت قال يجيك الباني وما الباني، قال الحديث دي انا بقعد فيها ساعتين بديك فيها دوره بتعرف الصحيح من الضعيف، والله يا احمد علي الجزولي ان قفلوك 20 سنه ما تعرفها، 20 سنه انت ما تعرفها عرفتها؟ انت قال الشغله دي ساكت ها ومغشوش فهمتها؟ وعامل فوق الواد دكتور وما فاهم، ويرفع في المفعول به وينصب في الفاعل ويجر في المضاف وبيعمل في شغلات عجيبه ذاته، زول جاهل ساكت غنم الله في ارض الله، لكن للاسف الشديد الاعلام ما بيرفع اي زول، زي ما قال الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. طيب قال هل الكلام في المؤتمر الوطني كلام في الحاكم؟ الكلام في الكيزان ده قال كلام في الحاكم؟ لا ما في الحاكم، شوف الحاكم ده الرئيس نوابه الوالي نوابه الوزراء ده الحاكم، لكن كوز قاعد لافي في الجامعه ده حاكم شنو ده؟ ده الا الحاكم البنطلون بتاعه، لكن ثاني ما عنده حكومه، حاكم بتاع مين؟ والعلماء قالوا الامام احمد زمان، الامام احمد زمان كان بيتكلم في الجهميه، والأئمة بتاعين الجهمية ديل كانوا هم الحكام، بعضهم كان حاكم، بعض الحكام كانوا جهمية، وكان بيقتلوا الزول اللي بيخالف آراء الجهمية عرفتها؟ فالإمام أحمد ما تكلم في الحكام بأعيانهم، ولكن تكلم في منهج الجهمية ورد عليها في بعض كتبه رحمه الله، وثبت في هذه المحنة حتى قال بعض العلماء نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، فهمت؟ فما في حاجه يسمى حزب حاكم، والان الحكومه دي ما كلها مؤتمر وطني، وزير الاعلام احمد البلال اتحادي ديمقراطي، ومساعد الرئيس ود الصادق المهدي ده حزب امه، وفي ود الحسن المرغني مساعد رئيس برضه شنو؟ تبع الاتحاد الديمقراطي، وانصار السنه منهم وزراء عرفتها؟ والشعبيين برضه دخلوهم في البرلمان، السنوسي مسكوه ما عرفوا مسكوه شنو في البرلمان عرفتها؟ فما كلهم مؤتمر وطني، فهمت؟ حتى لو بقى كلهم مؤتمر وطني الكلام في المؤتمر الوطني ما في الدين حاجه اسمها حزب حاكم، ما في حزب ذاته، المؤتمر الوطني باطل، حزب باطل، حركه اسلاميه باطله فارغه ساكت، صار سنه شيوعيين فهمت؟ واتحاديين ناصريين غيرهم من الاحزاب، بكل احزاب باطله، ما بيجوز لك تبقى معاه، ولا نحن حزب
والان احنا ماسكين على زول حاجه الان ولايه ولا مرتب ولا بطاقه ولا بندخلك معانا، ما في. بس نوريك الكتاب والسنه، نعلمك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني شنو؟ ولو ايه، نبلغك بالشيء اللي علمنا له ربنا سبحانه وتعالى وبنفوت. قال تحدث. طيب ده السؤال الاول، بعد ذاك نجي لهذا السؤال. طيب لو في زول داري ناقش او عنده سؤال، فرصه مفتوحه.